دون تصريح رسمي قرار منع أولياء أمور الطلاب والزائرين من دخول المدارس إلا بعد ارتداء الزي الرسمي السعودي يثير الجدل بين رواد إكس. دقيقة، يعني أنا طالع من العمل عملي بالبدلة ما أقدر أروح أزور مدرسة ابني؟ هذا اللي يقوله. طبعا هذه كلها الحين تم تداولها، ما في شيء رسمي إلى الآن، والناس قاعدة تتكلم عنه لأنه جاي تزامنا مع تجهيزات يوم التأسيس. شخصيا ما أتصور عبد المحسن، لأنه أول شيء الخبر يفتقد شوية تفاصيل، هل هذه المدارس الحكومية فقط أم الحكومية والخصوصية؟ طيب المدارس الخاصة هل تشمل؟ وإذا أجنبي أصلا؟ هذا اللي قاعد أقوله، إذا مقيم في البلد وما هو سعودي أصلا. لا، لأنه مو معقول، لو كان زي رسمي أتفهم، بلبس ثوب وشماغ وبشت وبتعطر وعود وين رايح بروح أخذ ولدي. فعلا هو عشان كذا لازم إحنا ننوه كل شوي إنه هذا إلى الآن مو خبر رسمي، وهي يعني الحسابات الأخبار الغير رسمية هي اللي طلعت وقالت هالكلام، فهو إلى الآن مو شيء أكيد يعني.